شخص في اليوم الثالث من أيام التشريق قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر بمنى بل رمى الجمار، ففهم هذا الشخص أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى قبل الزوال، فرمى ورمى معه جماعة لأنه أقنعهم بذلك، فرموا في حوالي الساعة 10 صباحا، فهل عليه وعليهم شيء؟ هذا من فتاوى الجهال، وهذا اللي نخشى منه. الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في اليوم 13 بعد ما دخل وقت الظهر، وكان يرمي في الأيام قبل أن يصلي الظهر، حتى في يوم 11 ويوم 12 كان يرمي بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر. فهو رمى لما زالت الشمس ثم رحل، ثم صلى بالمحصب، صلى صلى الله عليه وسلم بالمحصب اللي يسمى الآن الأبطح لما نزل فيه. فهذا فهم غلط، فهو أخطأ وأفتى الناس بخطأ، فعليهم الفدية، لأن هذا الرمي قبل الزوال لا يصح. نعم.